السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج فيل ذا واير بنقدر نرفع اللوح، بقول له نيو بلان وابدأ ارفع ملفات البي دي اف. لما برفع ملفات البي دي اف لو في اكتر من بلان هو بيبدأ يفهمهم ويبدأ يقسمهم، ولو في دوبليكيت بيقول لك وينبهك ان انت تلغي واحد فيهم، ولو في اختلاف في الاصدارات بيقول لك شوف انا الاخر الاخير وهبدأ شغال. طيب هنا الدروب بوكس تقدر انت تتوصل بيه الدروب بوكس، بحيث لو حصل ابديت للملف على الدروب بوكس او البوكس او الوان درايف تبدا انت تشوف اخر ابديت اترفع على الملفات دي. طيب الريفت لو انت مشطب الادنس بيبدا هو يقرا منها ويقدر يشوف الاخر ملفات موجوده في الريفت. طيب ممكن اعلم مثلا عليهم كده واقول له اكشن، واقول له ان انا عايز اعمل كومبير، يبدا يقارن لو انا عندي نفس الملف موجود مرتين ونشوف اخر حاجه عندي اكسبورت. لو تقدر تصدر الملفات دي كبي دي اف تعمل اكسبورت ليها. ممكن تيجي هنا وتقول له باتش اديت، تقدر تعدل في كل اللوح مره واحده، تحط لهم مثلا تاج معينه او تغير ديسكريبشن زي ما انت عايز. ممكن تقول له مانج ديت. طيب خلينا نفتح اي ملف فيهم، مجرد تدوس عليه بيبقى بالشكل دوت. فتقدر تعمل زوم، تقدر تضيف تاسك هنا اهوت، فممكن تقول له اكسيستنج تاسك وتدور على اي تاسك انت كنت عامله قبل كده، او تقول له ان عايز نيو تاسك وتعمل تاسك جديده. التاسك دي بتحدد بقى التشيك ليست اللي جواها، ممكن مثلا تشيك الوول، الفينش، السيلينج. سهل عليك ان انت تبدا تعمل علامة صح وغلط على الملفات، وبعد كده هنا الستاتس البريورتي بتاعتها، الكاتيجوري، الملف هنا بتبدا تشوفه، اللوكيشن، الستارت ديت والاند ديت والمان باور والكوست والتاج وكل الحاجات دي. ممكن تيجي هنا برضو وتعمل لينك. يعني ايه لينك؟ يعني هربط هنا بلينك، بحيث اول ما تدوس عليه يبدا يفتح لك الملف نفسه اللي انت شغال عليه. تمام بالشكل دوت اهو. بمعنى كده ان انا لما هدوس هنا اوتوماتيك هو يفتح لي الملف اللي هو بتاع الريبر شوب درونج دوت. تمام. طيب ممكن بعد كده نقول له احنا عايزين نعمل كليكت واد بلان هايبر لينك بالشكل دوت. تدوس عليه يبدأ يفتح لك الملف التاني بالشكل دوت، فتبدأ تربط السكاشن بالبلانات وهكذا. ممكن تربطه مثلا بفوتو، فتقول له اد فوتو وتختار الصورة، ممكن من دروب بوكس، من جوجل درايف، من وان درايف، من اللينك تديله حاجة. ممكن تك فوتو تبدأ تصور، ممكن اد درونج وتبدا مثلا ترسم حاجه معينه وهكذا. ممكن تبدا تضيف اشكال، ممكن تبدا تكتب او تقيس. هنا ممكن تعمل تغير الحاجه اللي انت بتكتب بيها العلامه. اديت تبدأ تعمل إيديت للحاجة بالشكل دوت. عايز تعمل روتيت، عايز تعمل ديليت زي ما انت عايز، عايز تتنقل من لوحة للوحة تانية من هنا تقدر تتنقل زي ما انت عايز. هنا ممكن تعمل فلتر للتاسكات، لو انت عندك تاسكات كتيرة تقول له ده انا عايز الحاجات اللي هي البريورتي بتاعتها وان وهكذا. فيرجن كنترول لو انت عندك اكتر من زار بيبدأ يقارن ويقول لك انهي واحد فيهم اللي هتشتغل عليه، تبدأ تطلع ده وتنزل دوت، او تعمل اديت للديسكريبشن و للنوتس.